اوكي نبدا بفهد. فهد بيلعب على 7000 دي بي اي 100 سنتس و 100 اي دي اس، يعني لدرجه انه يسوي فلكات على الروتيشنز ودائما متوتر. الثاني خلينا نقول سيريسلي نبدا الراوند كلنا مع بعض، نخلص الراوند احمد اخر واحد اللي هو سيريسلي. ايطالي نو ايم زيرو برين وعصا. عندك رايدن دائما عصبي دائما مستعجل، لو تقول له مثلا لا تدخل مكان فلاني، سوي بوش على المكان فلاني، انتظر فلان مكان، انتظر فلان، ما ينتظر، عنده كل شيء بسرعه، لازم الراوند يخلص بسرعه، اذا الراوند ما خلص بسرعه هذه غلطه التيم. عندك فراج اللي هو ريدي اذا ما سويت اللي براسه فانت غلطان، هذه شروط فراج اللي هو ريدي، اذا ما سويت اللي براسه انت غلطان. يعني انا كاي جي ال ككابتن تيم لما اقول له سوي كذا 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 ما يعجبه. اوكي نبلش بالتيم. طبعا عندنا اول شيء رايدن، اول خمس ثواني بالراوند شباب انا بالسايت. اوكي ويكب شباب، تعالوا شباب ويكب. ونروح طبعا بعدها حق فهد. طبعا فهد ما يحتاج 50000 دي بي اي كل مكان يربي بابا. بعدها نروح حق طبعا سيريسلي. طبعا سيريسلي ما يصير يكون غلطان، طبعا تقول له انت سويت كيت كيت غلط، لا يا شباب مش هيك يا شباب عندي مخ يا شباب. بعدها نروح حق ردي طبعا بمخه شيء، وهو يدري انه صح، حتى لو هو يدري انه غلط راح يقول لنا صح، ما يصير تقول انه هو غلطان لو شي يصير. وبعدها نروح طبعا حق الحبيب كونتي دفن. ليش دفن؟ زعلان، كله زعلان. تسوي الاستراد صح زعلان، تسوي الاستراد غلط زعلان، تسوي اتاك على كيفك زعلان، تسوي له ليبي زعلان، ليش ما ندري. اوكي نبلش بكونتي. طبعا كونتي ولا إشي بيعجبه، يعني جبت له ايس، جبت له 4K، جبت كلاتش، ولا إشي يا شباب. لا الاستراد لازم اهم إشي. نروح من كونتي نيجي فهد. فهد يا شباب شو اسوي؟ اي تذكرت يا شباب وانا اسوي رينفورس. طب قل لي، طب اعمل لي، دائما معجوق طبعا مش عارف شو يسوي. ورايدن اول خمس ثواني بسوي رينفورس واحد، بعدين بروح رايدن وين رينفورس ثاني؟ يا شباب انا ما علي. طب حط ياجر يا شباب انا ما علي، بتدقلب يلا سلام. ايطالي بنكون نلعب مع بعض طبعا، فيش شوي بتنادي ايطالي ما برد. وين ايطالي؟ عند الاولاد، صحيوا من النوم خربوا عليه القعده كلها كامله. ردي دائما طبعا، يعني فزت الراوند خسرت يا جماعه يلعبون صح ايش بيكم؟ هاي هيك دائما طبعا، دائما نكدي كونتي. الكونتي يا اخوان، الكونتي مستحيل، يعني اذا بده يقتل واحد لازم يقتل بطريقه فنيه. طبعا اللي بس يسوي لين بزيح هيك مع الكمبيوتر، عرفت؟ يعني تحس انه مندمج مش طبيعي. يعني نبدي كونتي. كونتي كل شيء ما يعجبه يسوي استراد عدل 100% غلط بسيط، اللي هو فزنا الراوند ويقدر يصلحه يسوي ديفن يزعل ويسويها مشاكل، وهاي هذا غلط. بعدين يجي على فهد سوي لنا روتيشن بفلان مكان. فهد يضرب طلقة 360، طلقة ثانية 360، طلقة ثالثة 360. فهد ملك الدي بي اي. نجي على سيريسلي انا طالع رومر مكان على يدك تكفرني، انا العب اجي انكت المنظاري ابا القى سيريسلي رايح وعايفني. سيريسلي نجي على ايطالي طابين جيم، ايطالي يلقى واحد يروح عليه ركض يموت. يا ايطالي ليش بيكتي؟ والله وانا اتش بي الحجه الوحيده اللي عندي ايطالي وانا اتش بي. بعدين نجي على ردي طب ويا كاجوال تراي هارد، طب ويا رانكي تراي هارد، اسمعه يلعب تيرستان تراي هارد،
تراي هارد معرق كل المودات. اوكي، اول شيء ببدا بسيرسلي. طبعا سيرسلي اكثر انسان يعتمد على الصوت، حلو؟ يعني احنا يعني قاعد ندرون بدايه الراوند، يا شباب صوت، يا ايش في؟ طيب مات الراوند شباب صوت، ما قلت لكم صوت، يعني ليش احنا تو يعني ايش تبغى نسوي لك؟ طيب نروح عند رايدن. طبعا رايدن احنا في جيم تراي هارد، طيب سيتويشن 3v5، رايدن يعطي نكته كذا، احنا في تراي هارد يعطي نكته الكل يضحك، يروح المود يخرب مود اللعب، ما حد عندنا شيء نقوله. طيب كونتي نايسيم، كونتي نايسيم. فراج بس فراج، والله هذا فراج. ايطالي اكثر انسان يعني يبدا الراوند تشل مره هادي، مره ندخل يدخل اول الراوند يموت، والله ما يباد. طيب ندري انه ما يباد بس احنا نبي نفوز، والله ما يباد. اوكي يا زلمه شو هذا؟ That's it.